مغرد الأسبوع اللي اخترناه في هذا الهاشتاج هو علوي المشهور، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخي عبد الله، وساكن لكم هذه الاستضافة. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيد أكيد بسماع صوتك علوي للمرة الأولى. وأنا أكثر والله. إذن مباشرة، ما هي عمان التي تريد علوي؟ والله عمان التي أريد هي عمان بها برلمان حقيقي، برلمان بسلطة تشريعية ورقابية يمكن التعويل عليه للعب دور كبير الآن وفي المستقبل حتى. وأعتقد أن ليس أنا فقط من أريد، بل كل المجتمع يريد، وحتى رؤية صاحب الجلالة تريد أن يكون هنالك برلمان حقيقي في هذا البلد. والآن نحن مقبلين على انتخابات، وأعتقد أن هنالك فرصة كبيرة لتحقيق شيء بسيط من هذا على الأقل. جزء من مسؤوليتنا نحن كشباب وكمجتمع أن نختار من هم الأكثر كفاءة على الأقل، أو من نرى فيهم الأمانة للعب دور مثل هذا يعني. نعم، نحن على وأكيد مقبلين على انتخابات جديدة ومرحلة جديدة انتخابية، وهذا الهاشتاج ذكرت فيه كثير من التطلعات. في تغريدة لك على هذا الهاشتاج ذكرت: لا تصوت لمن يستغل قضايا الناس في حملاتهم الانتخابية لكي يحققوا مصالحهم وينسوك بعد ذلك، ولكن صوت لمن آمنوا بالإصلاح منذ البداية وضحوا في سبيله. كيف اليوم للناخب أنه فعلا يختار مرشح الصحيح وفق معايير واضحة بالنسبة له ورؤى انتخابية كذلك واضحة بكل شفافية؟ أعتقد أخي عبد الله أن في مثل ما الكل يرى في مواسم مثل هذه حملات انتخابية ودعاية وتسويق، تجد أن الكل يدعي على الأقل أنه يعني يحمل هموم الناس ويدافع عن قضاياهم، وتبدأ تسمع ناس يتحدثوا عن قضايا الباحثين عن عمل والترقيات وغيرها، وهو طول ذيك السنين كلها وهو ساكت، وفجأة سبحان الله يظهر لك وكأنه الآن ولد أو الآن عرف العالم أو الآن عرفنا في مشاكل في البلد، لما صار له مصلحة هو في أصوات الناس يعني. لذلك أعتقد أن الرأي العام ليس ساذج ليختار أمثال هؤلاء، وأعتقد أن يجب أن لا نكون فريسة سهلة لمن يعني يتاجر بقضايا الناس. علينا أن نختار من آمنوا بها منذ البداية، من تحملوا هذه المسؤولية، ومن دافعوا عن قضايا الناس، ومن طالبوا بحقوقهم منذ البداية، ومن طرحوا آراءهم حتى قبل أن تكون لهم مصلحة في ذلك يعني. نعم. منذ البداية أكثر من 10 سنوات حتى، هناك كثير من الأسماء الآن مثلا، أنا بدون ما أذكر أسماء في كل ولاية تجد أسماء على الأقل في كثير من الولايات، هناك أسماء تستحق من يرشحها يعني. بس الآن أنت حتى تميز هذه الأسماء عليك في البداية أن تتخلص من التحيز القبلي والتحيز المذهبي والتحيز أحيانا اللي أنت تختار حتى ابن حارتك أحيانا أو اللي لك معرفة فيه. تحرر من هذه القيود وابدأ انظر إلى الأسماء اللي أمامك. نعم. يعني وقيمها، شوف مثلا قد تجد المؤهل العلمي شيء، القرأة، الشجاعة، الكاريزما، الشخصية، القدرة على الإقناع، التجربة، الخبرة في العمل الحكومي والخاص، أيضا أحيانا أنت تجد شخص متعلم ولكن لا يمتلك لا القرأة ولا الشجاعة ولا هو قادر على تغليب المصلحة العامة على الخاصة. نعم. ممكن تجد شخص أقل تعليما منه ولكن يريد تغليب المصلحة العامة على الخاصة. نعم. قد يكون أكفى من غيره يعني، لا يوجد معيار واحد، هي عدة معايير كثيرة لابد أن يضعها الشخص اللي راح يختاره، وبعد ذلك يبدأ يمحص ويشوف ويغربل. نعم. ويختار من هو أكفى. نعم. وتوقع أن حتى اليوم في كثير من المرشحين مثلا يعرض لك قضايا هي بلدية لا يفترض أن تكون محل نقاش من الأساس. نعم، بوجود المجلس البلدي المختص في هذا الجانب. فيبدأ يتاجر بها ويدعي أنه سيحلها أو أنه هو قادر، أنه وهي أساس ليست مجال اختصاصه من الأساس. نعم. فأنا أقول يعني للرأي العام اللي يشوفوه كذا من الأساس أعرف أنه مريض، أقول كذا ولكن يتاجر بها حد أدنى. نعم. للوصول إلى أهدافه. نعم. أيوة عليك نور. فهو يخاطب الإنسان بالشيء الذي يراه أمامه، بينما المفترض أن يكون لهذا المجلس رؤية وطنية ليس محلية فقط. نعم. لذلك أنا أحيانا أدعو إلى فكرة أن يكون الانتخاب مبني على المحافظات أو دوائر انتخابية أكبر بدلا من أن يكون مبني على الولايات. نعم. لأن معنى مجالس بلدية معنية بالولايات. نعم. والمجلس الشورى معني بالوطن ككل، بهموم عمان يعني، بقوانين كبيرة تتعلق به
قوانين تشريعية رقابية في الموازنة العامة للدولة، في التعليم، في الصحة، في قضايا كبيرة مش قضايا محلية. فأتوقع أيضا الحكومة إذا سمحت الآن بمساحة من الحوار العام مثل هذا البرنامج اللي أنتم الآن فيه جزاكم الله خير، أيضا ممكن برامج بين المرشحين داخل الولايات، في كل ولاية مثلا ممكن تكون في مناظرات أحيانا حتى يقدر اللي راح يرشح يعرف الفرق بين هذا المرشح وذاك، يشوف البرامج الانتخابية. أما أن نطالب الناس أن يكونوا يعني أن يكونوا إلى حد ما وعين في التصويت وهو أساسا مش عارف الناس اللي راح ينتخبهم، غير المعرفة العامة أن هذا رجل طيب ويصلي ويحضر العرس والعزاء وكذا، هذه معرفة عامة لا يمكن أن تبني عليها موضوع مثل هذا. لكن أتوقع أن الذي يمكن البناء عليه هي مثلا ملتقيات عامة، جلسات نقاش، مناظرات بين المترشحين، يكون تكون ممكن في قاعات عامة، ممكن المجالس اللي في الولايات في القرى، ممكن أحيانا جمعيات معينة تلعب دور في احتضان مثل هذه الفعاليات. وحتى ولو لم تنقل على مستوى السلطنة ممكن يكون في نقل محلي يعني على في إطار الولايات على الأقل، وتناقش مثل هذه القضايا. يبدأ المواطن العادي يقيم ويشوف من الأكثر، من الأحق، من الذي أقنعني، من اللي كنت أتصور أنه عنده رؤية وطلع ما عنده أي شيء يقدمه، أو جالس يلعب على وتر يعني عاطفي أن أنا راح أجيب لك كذا وأجيب لك كذا، وأشياء هي أساسا ليست مجال اختصاصه من الأساس مثلا. نعم علوي، طبعا في الكثيرين يتابعون الآن، وأنا أشكر كل من يتفاعل معنا عبر البث المباشر في البيرسكوب في تويتر وقناتنا في اليوتيوب، حتى اللي يرسلوا عبر الواتساب. البعض هنا يذكر أنه التجربة خير برهان. هل تعتقد أنه الصلاحيات التي منح لها المجلس وهي معلومة للجميع ومعلونة، هل تعتقد أنها يعني واكبت عطاءات المجلس في الفترة القادمة مقارنة بالصلاحيات الكبيرة اللي وفرت للمجلس، حتى تكون للناس تلك الثقة الكبيرة في أنهم هم يؤمنوا أن صوتهم يصنع فارق كبير؟ والله أنا ما أحتاج أني أجامل في هذه المسألة. اللي يشوف الرأي العام ويطلع عليه سيجد حالة من التذمر، حالة من فقد الثقة، حالة من اعتبار أن المسألة ما صار فيها أي تأثير. لذلك أنا أعتقد إذا كانت الحكومة تريد من الناس مشاركة فاعلة فعليها أن تثبت لهم أن هذه المجالس لديها صلاحيات حقيقية. مطالبة الناس بالمشاركة، أنا مثلا من الناس اللي أقول لك شارك لأنه في صلاحيات محدودة، على الأقل لا تتركها للشخص المتسلق الوصولي وهو يعني يستخدمها بشكل سيء. يعني صحيح انها قليله بس هو اساسا كانه يقول للحكومه نحن ما نستاهل هذه الصلاحيات. فانا اقول لك صوت للافضل، صوت حتى لو للاقل سوءا، لكن ايضا ما اقدر اعفي الحكومه من فكره ان نحن مطالبين ايضا بالمزيد. في تدرج متفهم لوجود هذا التدرج، ولكن ايضا عمر الدول يمضي، وانت الان تتحدث عن عشرات السنين. التدرج لابد أن يكون على قدر التحديات. في تحديات كبيرة اليوم تواجهنا نحن في هذا البلد، في أزمة اقتصادية، في اليوم الحكومة بدأت تفرض بعض الضرائب مثلا، بدأت تتعاطى مع بعض الأمور. إذا بدأت تفرض ضرائب لابد أن يوجد محاسبة، ومن يحاسب إذا ما كانت لدى السلطة التشريعية القدرة على الرقابة والتشريع؟ إذن بأي شرعية الحكومة تضع مثل هذه القوانين؟ لابد أن يكون هنالك مرجعية شعبية، لابد أن يكون هنالك تمكين بحيث أن المواطن يشعر أنه هو يعني قاعد يصوت لمجلس حقيقي يشوف فيه أثر. مثلا المجلس الماضي رفع كثير من التوصيات في كثير من القضايا، مثلا في قضية الوقود واحدة من القضايا رفع فيها توصية لم يتم الأخذ بها، رفع توصية في قضية الباحثين عن العمل لم يتم الأخذ بها، وفي قضايا كثيره ومثبته وموجوده. لكن البعض علوي عذرا على المقاطعه، البعض يختلف معك يقول لك في ظل وجود صلاحيات تشريعيه ورقابيه وقائمه من الصلاحيات الموجوده اللي تمكن المجلس في القيام بدوره وفي انه هو يكون فاعل في مختلف القضايا، لكن اصلا هذه الصلاحيات بعضها حتى يمكن لم يستخدم في بعض الفترات من مجلس الشورى، فماذا يحتاج المجلس اكثر من ما منح له؟
والله أتفق معك أن في كثير صلاحيات أيضا ما استخدمت، هذا حقيقي موجود، لكن نحن الآن معلقين في النص. لا نحن تقدمنا خطوة إلى الأمام بحيث أن أنت يكون معك مجلس حقيقي برلمان تشريعي ورقابي، ولا أنت عدت إلى السابق بحيث أن السلطة كلها في يد الحكومة وهي تسوي اللي تريد وتنجز، لأن حتى ولو في إخفاقات يكون في سرعة الإنجاز، وهذا شيء معلوم أن الدول مثلا اللي فيها سلطة مطلقة يكون فيها سرعة الإنجاز، نفس الصين مثلا بغض النظر هل العدالة موجودة أو لا، لكن الإنجاز سريع. والدول اللي فيها رقابة وكذا وتوازنات مثل دول ديمقراطية تحصل فيها بطء في التشريعات، ولكنها في الأخير عندما تصدر الشعب يكون اختارها في الأخير، فهو يتحمل مسؤوليتها ويكون عنده القدرة على تغييرها بعد ذلك. فأنا أعتقد أنه صحيح إلى الآن الناس ما اختارت الأشخاص الأكثر كفاءة. إلى الآن ما فيه مثلا عندك التجمعات المدنية التي تختار كفاءات. إلى اليوم كثير من الناس يحتكموا إلى القبيلة مثلا، يحتكموا إلى أشياء معينة، لكن هل أيضا على الجانب الآخر هل مثلا الحكومة وفرت البديل المدني للناس؟ على سبيل المثال كتل انتخابية عابرة للولايات، تضع مشروع انتخابي، لا أقول أحزاب ولا أقول حتى جمعيات سياسية، أقول كتل أو قوائم. مثلا هذه القائمة فرضا قائمة تتجه نحو الانفتاح الاقتصادي، الانفتاح السياحي، جذب الاستثمارات من الخارج، السوق الحر. قائمة أخرى تؤمن بنموذج اقتصادي مختلف يقوم على التعميم، على الحذر من الاستثمارات، على مثلا المحافظة على العادات والتقاليد. يعني برامج انتخابية تقوم على مشاريع اقتصادية ورؤية معينة للجانب الاجتماعي بعيدا عن الوزارات السيادية مثلا. هل هذا متاح؟ أنا أتوقع هذا ممكن يكسر الصورة النمطية للولايات القبلية، بحيث يكون عندك كتل أو قوائم أنت تصوت لها بدل من أن تصوت مثلا في إطار الولاية اللي غالبا فيها عدد قليل مثلا من القبائل المتنافسة فيما بينها، فتعيش وكأن هذا هو هذه هي الانتخابات. يعني صارت الانتخابات في كثير من الولايات مجرد إثبات عدد للحكومة، نحن عددنا كذا يعني للأسف، والحكومة أيضا صارت تنظر لها من جانب آخر إنه هذه هذا مثلا عدد كذا. نحن نريد نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة وطنية يكون فيها مجلس تشريعي رقابي حقيقي ويتوافق مع المرحلة. اليوم في تحديات كبيرة أتوقع أن البلد ستواجهها، يعني إذا ما في رقابة فيها راح يكون في إخفاقات. إذا الناس ما شعروا أنهم شركاء في صنع القرار ما راح يشاركوا في الانتخاب من الأساس. نعم. لذلك علوي بس تسمح لي علوي اسمح لي فقط أخذ بعض المداخلات وبرجع لك بعدها، لأن بعض المداخلات فيها أسئلة حتى لك. نعم. هذه مداخلة من الحسين يقول: المجلس يحتاج لأعضاء لديهم إيمان بضرورة استخدام جميع الصلاحيات وبضرورة رفع سقف الصلاحيات، وللأسف لم أجد حتى مترشح واحد تحدث عن أهدافه في رفع الصلاحيات، إذ لم يكن هناك طموح من الأعضاء نفسهم طموح لرفع مستوى المجلس، لن يتغير شيء. واحدة من المداخلات كذلك علوي يقول لك أنه القرار بيد المواطن، هو من لديه كافة الصلاحيات في إيصال الشخص المناسب للمجلس، ووصلنا لمرحلة أن المواطن نفسه هو الذي يختار رئيسا للمجلس من خلال طبعا الانتخابات الداخلية اللي تصير في المجلس لاختيار رئيسه. فالموضوع لا يتعلق إطلاقا بالحكومة بقدر ما هو يتعلق بقرارك أنت كمواطن في إيصال الشخص المناسب. ما تعليقك؟ والله بخصوص الحسين في البداية هو ذكر إن هذا سؤال آخر. المداخلة كانت نعم المداخلة كانت من الحسين، ولكن السؤال من عبر مستمعينا في الواتساب. لذلك أعقب في البداية على مداخلة الحسين بأن إلى الآن كثير من المترشحين كانوا متحفظين في مسألة الدعاية الانتخابية أو عرض برامجهم، لأنه القوائم النهائية أتوقع أمس صدرت أو شيء كذا، صحيح؟ نعم. أتوقع يعني فحسب القانون الانتخابي هو ما يحق له أنه يبدأ في عملية الترويج أو التسويق أو عرض برنامج الانتخابي إلا بعد ما تصدر القوائم النهائية مثلا. فأتوقع كثير من المترشحين راح يعرضوا أفكارهم بعد ذلك ويمكننا الحكم عليهم بعدها. أما بخصوص السؤال من الأخ الآخر، أتوقع أنه فعلا المواطن يتحمل جزء من المسؤولية. أنا أتوقع أنه في مربع للمسؤولية، أربعة أضلع تقريبا صح التعبير، وهي في ضلع معني به المواطن في اختيار المرشحين،
وفي ظل آخر الحكومة هي المعنية به في منح مزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، وفي ظل ثالث للنخب والمثقفين والمتعلمين والأكاديميين والكفاءات رؤساء الشركات الناس اللي يمكن التعويل عليها اللي إلى الآن كثير منهم ما يترشحوا للأسف. وفي ظل رابع اللي هو المجتمع عموم الشعب عامة الناس اللي القواعد الانتخابية اللي راح تصوت إنها إلى الآن تصوت في كثير من الحالات على على يعني ولاءات معينة للأسف الشديد. فالمواطن يتحمل جزء من المسؤولية، لكن هي عملية تكاملية، لذلك أحيانا وجود حوار في هذه المسألة يقرب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. مثلا القوانين اللي صدرت بخصوص سابقا قبل عدة سنوات إن أنت وظيفتك تبقى معك بعد ما تخرج من المجلس، هذه جعلت كثير من الكفاءات اللي ماسكة مثلا مناصب في الحكومة أو غيره تتنازل عن وظيفها، وبعد ذلك هي ضامنة إنها تقدر ترجع لها مرة أخرى مثلا. هذا كان عنصر محفز. كثير من القوانين الأخرى الجيدة اللي تحفظ حقوقك بعد بعد العمل البرلماني أيضا ضمنت ترشح مزيد من الكفاءات، لكن إلى الآن ناحية الصلاحيات كثير من الناس ما يريدوا يخوضوا هذه التجربة لأنه يقول أنا ليش أحرك كرسي إذا في الأخير ما عندي تلك الصلاحيات اللي ممكن تغير تغيير كبير. فتوقع لو من جهة الحكومة اقتربت وتنازلت شوي عن بعض الصلاحيات التشريعية والرقابية، والمواطن أيضا تقدم خطوة إلى الأمام واختار بناء على الكفاءة أو بناء على يا أخي حتى لو بقت بناء على تجمعات قبلية، على الأقل هذه التجمعات القبلية فلتخرج لنا أفضل ما لديها يا أخي، على الأقل تعمل فرز داخلي فيها آلية فرز داخلية تكون فيها تقييم تحكيم بحيث تخرج لنا أفضل ما لديها. يعني تخرج لنا المتعلمين الكفاءات الناس المتنورة مثلا، بدلا من أن يخرجوا لنا مثلا المديون واللي محتاج واللي مثل ما كان حاصل سابقا، واللي عنده يمكن معاملات متعطلة في بعض الجهات. أيوة اللي بيخلص، أو الشخص اللي يقول لك بيخلص لي معاملاتي مثل ما اللي يسموه العلاقات عامة، يعني ياخذ ملفك ومعاملاتك ويديها من وزير لوزير. لان هذه الاليه البدائيه كان ممكن زمان تمشي، بس الان مش عمليه ابدا. الان انت بحاجه الى دوله مدنيه تخلص فيها معاملات المواطنين من خلال التشريعات، من خلال القوانين اللي تسهل حياتهم، من خلال نقل الحكومه الى حكومه الكترونيه يتساوى فيها الجميع في سرعه انجاز المعاملات، في تخليصها، في الشفافيه، في الوضوح، في مثل هذه الامور، يعني مش في انجاز معاملات بشكل استثنائي لاشخاص معينين مثلا. على ولي ضيق الوقت، سؤال الأخير لك، هل المواطن عدى مرحلة أنه والله هو ممكن يقبل بالمال السياسي، ممكن يقبل والله بمبلغ معين مقابل صوته، تجاوزنا هذه المرحلة، ولا تعتقد أنه التوعية يجب أن تكون كذلك مستمرة في هذا الجانب؟ لأنه أتوقع اليوم عمان الصوت كل مواطن فيها لا يقدر بثمن. صحيح، أتوقع أنه ما تقدر تقول وصل بالمطلق وما تقدر تعمم أيضا. نحن في مرحلة في النص يعني، لكن أتوقع التعويل فقط على التعوية لا يكفي، لابد من وجود رقابة حقيقية ومعاقبة ومحاسبة لأي شخص يخالف القوانين مثلا. لو شافوا أنه فعلا في رقابة وفعلا في ناس تسجن وفعلا في ناس تصدر ضدها أحكام من المحاكم نتيجة أنه تجرأ وقام برشوة شخص أو تجرأ واستلم رشوة، في هذه الحالة ما في أي شخص راح. الأرقام تشير أنه لم يتم ضبط أحد يعني بهذا الجرم، يعني هذا بروح علامة استفهام. الآن تطرح علامة استفهام، لذلك أحيانا التعويل فقط على التوعية أو وجود قانون لا يكفي، لابد من تطبيقه، لابد من وجود حالات تثبت أنه تم تطبيقه في تلك اللحظة، حتى من سولت نفسه له نفسه بذلك لن يتجرأ، لأنه يعرف أن القانون ليس فقط موجود بل فعال وقادر على أن يأتي به إلى المحاكم. وأتوقع أيضا لو أيضا المواطن أدرك مدى فعالية المجلس ما راح يتهاون أنه يبيع صوته بعشرين أو خمسين أو حتى مئة ريال، لأنه راح يعرف أن هذا راح يكلفه أكثر من هذا المبلغ الزهيد اللي هو يستلمه مثلا. وفي الأخير أتوقع أن العنصر الأهم هو منح المجلس مزيد من الصلاحيات وتكسير الفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب. وهذا الدور الذي يفترض أن يقوم به المجلس. مغرد الأسبوع علوي المشهور كنت معنا في الفقرة الأولى في أترند الأسبوع، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا عبد الله، جزاكم الله خير وشاكر لكم هذه الفقرة. يعطيك العافية.